مساء الانوار جميعا، مساء الانوار، مساء الانوار جميعا. تحيه كبيره قوي الحقيقه لمستقبل الوطن، تحيه لكل الساده طبعا قيادات حزب مستقبل الوطن. حاجه عظيمه والله جدا، شيء رائع للغايه اللي بيحصل النهارده، مهرجان شبابي جميل ورائع، بحييكم عليه جدا جدا جدا. 75,000 شاب بيشتركوا في هذا السباق الرائع، 7500 مباراة، شيء جميل جدا جدا. نهائي بطولة مستقبل الوطن بين بورسعيد والغربية، مشوار طويل خاضوا الفريقين لغاية لما وصلوا إلى هذه المرحلة الرائعة ما شاء الله. زي ما قلت 75,000 لاعب من 26 محافظة شاركوا في هذه البطولة الكبيرة جدا جدا، لعبوا قرابة 7500 مباراة. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على الليلة الحلوة. بورسعيد هيبقى على يمنا بالطاقم الأخضر، والغربية على شمالنا بالطاقم الأصفر. بيدير لقاء النهاردة الحكم الدولي الكبير طبعا الكابتن محمود عاشور، والكابتن طارق سامي. ركبة صغيرة لكن يا سلام عليك يا سيسو، على وسط الملعب مرة ثانية، لا لو ثانية حتة حتة، اوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يا حتة يا نهار ابيض، يا حتة حلوة 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 حلوة. الهدف الاول للغربيه يحطوا حته في احلى حته. هو كان لاعب بقى حارس مرمى عشان يكمل بقى براحته وكورته حلوه، لكن الهجمات المرتده هتبقى خطيره جدا. لا لو الثانيه، وكل جمهور الغربيه يا رب يا رب. تتنين مقطوعه خطيره، جون فاضي جون فاضي جون فاضي جون فاضي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا سيسو، يا نهار ابيض عليك يا سيسو، ويخرب عقلك يا مدحت يا شلب، ويخرب عقلك يا مدحت يا شلب. قلت لكم الهجمات المرتده هتبقى خطيره جدا، هتبقى خطيره جدا جدا جدا. او بعتوا لي الان جمهور الغربيه حته حمصيه من عند السيد البدوي دي، ولا منين؟ عند السيد البدوي، شلها يا سيد يا بدوي. حمصيه جميله هي، او دي سودانيه كمان في منتهى الجمال، هاكلها بعد ما اخلص. ادي اديك مرة تانية، اديك عايز اعدي مقطوع خطير خطير. سيسو 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 سيسو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض علينا، يا نهار ابيض عليك يا غربية، يا نهار ابيض عليك يا غربية. الليلة ليلتك يا غربية ويا شباب الغربية. ادي واحدة والتانية والتالتة وسعودي، وحلوة حلوة حلوة. اديك يا ولد يا ديك، اديك نقرها ايه؟ نقرة استاذة، نقرة استاذة. لسه بقول لازم بورسعيد تجيب جون دلوقتي، وجابت. حلوة يا ولد العين. ويطلق الحكم الدولي محمود عاشور صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الغربية على بورسعيد 3-1. مليون مبروك للغربية، وهارد لك لبورسعيد. الغربية السنة دي والدقالية السنة اللي فاتت، يعني كده الحتة دي كلها مسيطرة. مليون مبروك مرة تانية، مليون مبروك لشباب مصر، أمل مصر، مستقبل مصر، حزب مستقبل الوطن. إن شاء الله كلنا في ظل هذا الوطن العظيم، كلنا إن شاء الله للأمام دوما بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله البطولة على أعلى مستوى، والله من أول البطولة، من أول لما بنصفي في من عندنا في المناطق لحد دلوقتي، البطولة على أعلى مستوى والله، ما كناش متخيلين التنظيم العالي ده والله. صراحة دورة على نظام، على مستوى عالي جدا، منظمة بطريقة احترافية، كل الناس شغالة بإتقان عشان يطلعوا الشكل الصورة حلوة قدام الناس.
واحنا تعبنا في التصفيات عشان نوصل هنا وعشان نوصل موجودين هنا في الصاله مع الناس ونبقى وناخد المركز الاول ونبقى وسط الناس هنا والكابتن مدحت لما يذيع برضه حاجه كويسه لينا والناس اللي كانت موجوده ده كان حافز لينا وان احنا نوصل ان احنا نبقى موجودين في المباراه النهائيه. الفكره انك ازاي فعلا ترجع الرياضه في كل شارع في مصر، ازاي تنشر السلام المجتمعي عن طريق استخدام ادوات الرياضه اللي احنا بنعتبرها امن قومي. بشكر كل الحضور وان شاء الله فعاليه موفقه.